كشف المجلس الأعلى للقضاء عن حجم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام 2018 والتي تمحورت حول أداء السلطة القضائية وحجم القضايا التي سجلت وتم النظر فيها، إلى جانب مجموع ما تم حسم العديد منها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ترأسه سعادة المستشار عبد الله بن حسن البعينين رئيس محكمة التمييز، الذي عرض أمام عدد من ممثلي الإعلام المرئي والمقروء في مملكة البحرين جملة من الأهداف التي سارع المجلس الأعلى للقضاء إلى إمضائها بالشكل الذي يعزز من كفاءة الأداء القضائي في البحرين، والتي تعتبر جزءا من الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020. منوها البعينين إلى أن مبادرات التطوير استهدفت وعلى وجه الخصوص زيادة سرعة الإنجاز مع مراعاة تحقيق ضمانات ومتطلبات العدالة، والعمل على التحول التكنولوجي التدريجي بما يسهم في تفعيل إجراءات العدالة، إضافة إلى تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية، فضلا عن قرار المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل هيئة الإشراف القضائي على العمل في المحاكم، وصولا إلى أقرار العديد من البرامج التدريبية اللازمة لتنمية القدرات العلمية والعملية للعاملين في السلك القضائي. إنشاء إدارة الدعوة المدنية، وضع مواعيد زمنية محددة للدعوة تبتدي وتنتهي، هذه من الأمور التي أدت أيضا في الدعاوى العمالية ذات إدارة الدعوة، جعلت من الدعوة لها تاريخ ابتداء وتاريخ انتهاء، فهذه كلها أدت أن المحاكم يعني إعداد القضايا يكون إعداد جيد في مكتب إدارة الدعوة، ثم تنظرها المحكمة أيضا بالسرعة اللازمة لتسويتها وحسمها. احنا في عام 2018 المحاكم نظرت 107,000 قضية وما يزيد عن ذلك، تم حسم ما يزيد عن 80,000 قضية في ذات العام، أي أن القضايا التي بقيت في يناير 2019 ما يقارب، بدينا في 2019 في حدود 26,000 قضية وشوي، نسبة الحسم وصلت إلى 111%، وهذه مؤشر طيب أن نبدأ في عام 2019 وإن شاء الله نعمل على زيادة هذه النسب حتى تكون القضايا في أسرع وتكون إنجازها في مدة زمنية معقولة، وهي اللي ما نطمح إليه أن تصل إلى 6 أشهر في المحاكم. التفتيش باشر أو تقع على عاتق الكثير من المهمات. المهمة الأولى هي طبعا التفتيش على أعمال القضاء، هناك تفتيش دوري وهناك تفتيش مفاجئ، وأيضا هناك شكاوى يتلقاها التفتيش تتعلق بسير عمل المحاكم، كلها أمور طبعا نتابعها ونحقق فيها ونصل فيها إلى قرارات، ونحاول بقدر الإمكان ألا نمس استقلال القضاء وإحنا نباشر عملنا، لأن القاضي مستقل في أداء واجباته، ولكن نحاول دائما أن نوجه القضاء بضرورة اتخاذ القرارات المناسبة